هذه عادة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كننظم دائما واحد توزيع وعملية توزيع وذبح أضحي العيد. هذه منذ 13 سنة، أو كما كتشوفوا كنبداو دائما قبل في يوم عرفة، كننظموا اليوم واحد عملية توزيع الأضاحي لفائدة 7 8 من الأرامل بمنطقة عين حرودة والشلالات. هاد الأرامل اللي هما محتاجين لهاد الأضاحي، لأنهم واجب عليهم باش يضحيوا لوليداتهم، خاصة الوليدات ديالهم. حنا كنحاولوا باش ندخلوا لهم واحد الفرحة والبسمة على محيا خاصة الأطفال، أطفالهم، أطفال هاد النساء. هذه كل سنة كنحاولوا باش دائما نوزعوا هاد الأضاحي باش نفرحوا هاد العائلات، خاصة العائلات اللي كتوفر على الأبناء أكثر من 5 أبناء. وان شاء الله غدا ان شاء الله غنقوموا باضافه غنقوموا باول عمليه ذبح الاضاحي ل 16 15 الكبش اللي غيستافدوا منه مجموعه من الافراد الشوارع والارامل المسنين، وكذلك بمنطقه عين حرودة والشلالات والمحمديه، وكذلك المهاجرين الافارقه بمنطقه المحمديه، وكذلك بعض اللاجئين السوريين بمنطقه الدار البيضاء. غنقوموا في الصباح ان شاء الله بعمليه الفطور، ثم عمليه الشواء، ثم تليها عمليه وجبه الغداء، ثم في الاخير نقوم بتوزيع مجموعه من المواد الغذائيه واللحم كذلك والمواد ديال وكذلك بعض اللوازم المنزليه. الهدف ديالنا دائما هو خاصه في مثل هذه المناسبات الدينيه، خاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك، هو ادخال الفرحه والبسمه على محيا هؤلاء المستفيدين، وتجسيد ذاك روح التضامن خاصه في مثل هذه المناسبات الدينيه. واجب علينا باش نشاركوا اشراك هذه العائلات ان شاء الله يوم العيد داخل خيمه كبيره وادخال الفرحه. وغناخذوا واحد الشعار هو العيد للجميع، وغنظموا كذلك واحد الحفل موسيقي، لان هذا هو، لان الهدف ديالنا هو فرحه العيد للجميع، لان منذ القدم كما كنشوفوا ان الاجداد ديالنا والمغاربه منذ القدم كانوا دائما كيحاولوا باش يشاركوا الاضاحي مع الجيران ديالهم، مع الاوصال، مع العائلات المعوزه. ماشي غنعيد انا عيب وحدي او نعيدوا، نحاولوا باش نقوموا بتنظيم العيد داخل المنزل ديالنا، نحاولوا نشاركوا جميع اللي ما عندوش العيد، يعني عيد لمن لا عيد له. وكنتمنى ان شاء الله هو ادخال الفرحه والبسمه على محيا هؤلاء هاد المستفيدين، خاصه الارامل والمسنين والمهاجرين الافارقه وكذلك السوريين. وشكرا. السلام عليكم، نقدم لكم نفسي، انا من مدينه عين حروده. كنشكر نهضه زناته، وكنشكر الاخ يزيد اللي دار هذه البادره الطيبه، الله يجازيه بخير. وحنا من الناس اللي ما عندناش وما فحالناش، وعندي وليداتي وما عنديش باش نعيد، كنسد عليا داري ما عنديش باش نجيب لا حولي لا حتى شي حاجه، والله يجازيه بخير. جا دق عليا وقال لي اجي انت وليداتك مرحبا بكم، حنا غنعيدوا لكم فواحد الفرحه لا توصف، والله يجازيه بخير. وكنشكره بزاف، وكنشكر المحسنين اللي دائما لا في العيد ديال رمضان، في رمضان حتى هما بالمؤونه بالزيت بالسكر بكل شيء في رمضان، وفي العيد الكبير تفكرنا، الله يجازيهم بخير المحسنين كلهم، والله يجازيهم بخير جلاله الملك، الله يخليه لينا، الله يخلي لنا خويا يزيد والله يكثر خير، وشكرا، الله يرحم لكم الوالدين. كبيره دابا انايا هذه هو دابا السادس في السنين وانا كنشد الحولي، كل عام كيعطوني الحولي، ماشي غير انايا، يعني كاينه العائلات من الشلالات، كاينه من عين حروده، كاينه من 17، يعني من اي بلاصه من اي منطقه كيعطونا هذه الجمعيه ديال يزيد ابو صابون، كل عام كتفكرنا كتعطينا الحواله. عندنا وليداتنا، وكاين اللي عندها 4، كاين اللي عندها 5، كنا كنسدوا علينا عبيبان وندخلوا. درك هي ملي ولات هذه الجمعيه ديال نهضه زناته، يعني انا كنطلب من الجمعيات كاملين يكونوا بحال هذه الجمعيه، كتطوع وكتدق الابواب وكتعطي العباد الله، كتعطيهم كاملين الحواله، وعاده كنجيو كنطوعوا كيدبحوا لإفريقيا وكيدبحوا يدبحوا النيت للناس اللي ما عندهم سنيته ماش غيستحقوا، غادي يشدوا الحولي، كيدوا اللحم، يدوا القفه، كيدوا كل شيء. والمحسنين حنا كنشكروا المحسنين، الله يكثر خيرهم ويخليهم لينا، ونطلبوا ان شاء الله يزيدوا ان شاء الله في المازال، ان شاء الله يزيدوا ان شاء الله. هذا الشيء واخا راه ما كافيش، كيعطوا غير هذا الشيء ديال النص، والنص مسكين كاين اللي كيدي هنايا اللحم وما في طاقتوش، مسكين اللي بنادم كيدبح. وهاد السيد تا هو مسخر لنا الله، كنطلبوا الله الله يعطيه صحيحته ويجبر لي عمره. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.